عندنا وقت كواليتي تايم حتى لو الانسان لوحده، لو انا مش لاقي حد حتى في البيت مهمش، يعني الراجل لو هو مهمش في البيت وخلاص مش لاقي وقت، لازم هينزل. يعني مثلا لما واحده تقول جوزي بيتفرج على كوره، طب ما هو الكوره دي متعه، متنفس متنفس. المشكله مش بدل ما يعمل حاجه ثانيه. صحيح اللي بيتفرج على كوره الايام دي بيزعل، بس لا بس هتفرج مفيش مشكله. يعني بره تلاقي مثلا ممكن تلاقي الست بتشجع الكوره مع جوزها مفيش مشكله، والاولاد على فكره الكوره دي يعني من امتع الحاجات، ان هو مثلا لو هم كلهم اتجمعوا قعدوا يتفرجوا او ينزلوا بره يتفرجوا على ماتش او ما هو ده برده من ضمن الحاجات الوقت الحلو اللي بتدخله للاسره. ويا سلام بقى لو الفريقين مختلفين بتدخل حياه، ما هو لازم يبقى في حياه. اصل لو احنا قلنا احنا عايزين نحل المشاكل، مفيش حاجه اسمها انا بحل مشاكل، لان المشاكل ممكن تبقى معانا في حياتنا، ممكن من منظورك انت مشكله وهي ما تبقاش مشكله. زي ما بكلم حضرتك كده قبل الهوا، ممكن يكون في انسان عنده صفه انا مش حباها، بعد كده احبها، بعد كده بعد فترة أنا أحب الصفة دي. يا سلام دي مثلا زي الأب، أنا مثلا قلت لك إن مثلا جوزي كان فيري أكتف وأولادي صغير كنت متضايقة، أو لما كبرت أنا في السن لقيت إن الولاد طالعين هم بيحبوا الحياة بتاعت باباهم، اللي هم عايزين يروحوا هنا وعايزين ويلعبوا كورة. يبقى الغلط كان فين؟ الغلط كان عندي أنا. ممكن حد يقول لك أنا بيتوتي، تقول يا سلام ده ما فيش احسن من كده، ما انت ما تعرفيش واحد تاني بعد بيحب كده الخروج بالظبط، وشريكه حياته مثلا نفس الكلام. يعني طب انت عايزه ايه تاني بالظبط كده؟ انت ما نعرفش الصفه دلوقتي المحموده حلوه ولا لا، او المكروهه حلوه، ما تعرفيش، لان احنا كل سنه كل مرحله عمريه بتتطلب مننا. وبعدين مثلا الزوجه اللي بتشتكي من الزوج، هنقول في اول فترات الزواج دي بتبقى مرحله على فكره هي مش هتستمر معاك، فانت استحملي شويه المرحله دي وبحب، مش تستحمليها. ابني الراجل بناء، يعني هو بيبني لكم حاجه كويسه الفترة دي، وبعد كده هتمر بسلام، لأن هي فترات الحياة كلها بتمر. يعني هي ثقافة الاختلاف إزاي ممكن نستثمرها؟ أفضل استثمار، أفضل ما تكونش نقطة خلاف، ما تكونش نقطة إن أنا أعذرك، وما أفضلش إن أنا محملة إن هو لا هو يقصد، أو هو قاصد ما يهتمش بالبيت، أو هو قاصد مش يدينا وقت حلو من عنده، أو هو قاصد يضايقني. بلاش الأحكام دي لو احنا اشتغلنا على نفسها. فكره اللي اشتغل على النفس ده مرهق جدا ومتعب جدا وما بيجيش بسهوله، يعني لازم الانسان يجاهد نفسه ولازم يحط النيه السليمه للي قدامه.